الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، زلنا متواصلين معكم بالوصي والتعليق لهذه الانطلاقات ولانطلاقة شوطنا لهذه الانطلاقة لشوطنا الثاني عشر بانطلاقات الخير والعطاء بتواصل هذه الشعارات المتواجدة، الشعارات التي تزين أرضية هذا الميدان لتشكل لنا دائما وأبدا منافسة جميلة، منافسة رائعة، منافسة شريفة ما بين هذه الأسماء وما بين هذا التواجد لهذا الحفل الذي دائما وأبدا يشارك بهذه الانطلاقات. وكما أيضا هنالك النقل الحي المباشر من قناة الريان التي تنقل لنا هذه الانطلاقات المميزة وتنقل لنا هذه الشعارات المنطلقة والمتواجدة. نوصف لكم الخمسة المراكز المتقدمة، الخمسة المراكز المندفعة والمتواجدة والمرافقة لنا بالنداء. المركز الأول هنالك التواجد من قبل ما يخاف المملوك لعوض بن حمد بن بيات الرميثي مع الصدارة ومع المقدمة. ثاني المراكز يتواجد هنالك ما يهاب لعلي بن سعيد بن حلفان المري. وثالث المراكز من انطلق إلى المركز الثاني يتواجد الحذر لراشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجي الحذري، ينطلق ويندفع إلى صدارة هذا الشوط. إذن الحذر يتواجد على المركز الأول، راشد بن ناصر الحباب الهاجي يرافق الحذر مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز يتواجد ما يخاف عوض بن حمد بن بيات الرميثي، هو من يقدم لنا ما يخاف بهذا الشوط. المركز الثالث يتواجد هنالك مهلي لجاسم بن عبد الله المهيلي. المركز الثالث هنالك التواجد من قبل هملول عبد الله بن عتيق العامري، ولكن اعود مع الصداره، اعود مع شديد، اعود مع شديد مع صاحب هذا الشوط المنطلق والمتسيد والمتواجد مع الصداره. شديد مع المركز الاول، شديد مع المقدمه، سلطان يتسلطن. جزف علي مالك اشكر محمد بن مطر بن مطوع اكتبي. ثلاث مراكز كان الوصول من قبل هملول لتوقيت زمن الغداء 7:50 جزئية من الثانية. الثاني التبريكات نزف علي مالك هملول عبد الله بن عتيق بن شامس العامري. بسم الله الرحمن